الله هذه هو طالع وداخل الشعريه والشاعر وفات الاعطاب والله ان شاء الله توصل على صوره زينه ويعود مفهومها مولي دائما مفهوم صالح. تقول يا الشعب اليوم في الامانه خسر لقزانه وحمينه ومنين اعطانا مولانا الخزانه لا تقدر سكن صوتك عن شي ما باح وعيب الشين وله صاح تزرقنا فرفان السلاح والشي يخشى ما يبقينا الصح مولانا خسر لقزانه وحمينه ومنين اعطانا مولانا الخزانه لا تقدر. ورسالتك للمحتل المغربي؟ المغرب دائما شايفين ونحن دائما منظور واحد انه ضعيف والسياني العاد عنده من العتاد والسياني اللي تطور به ليتم المغرب الا ضعيف. وبالنسبه نحن الصحراويين حامدين مولانا قادين بشغانه ولين تموا لا قادين به الصليوم وقادين به الصبح ولين تموا اللعدو الا بالمرصاد المغرب حد قاع ما بالنسبة بعد ان احنا هون ما نعطين اهمية ذيك معتبرينه كعدو غير مع العداوة هم اللي شايفين عنه ضعيف قباله فوق المستوى. ان شاء الله خالق الله الاستقلال ولين تموا الان ثابرين اذا رادها الله ولين تموا هم اللي داخل الميدان اذا رادها مولانا ولاننا باخلين ما انا باخلين وشي مشي ما يبغي مقاتلين الحمد لله متحفز زين عنده اللي ظهرني مولانا ومولي عن ذا ايام هذا ذا ايام الى رادها الله ولي توصل حال غلب لها. السلام عليكم.